ومن انا بس ليا سؤال ليك كاهلاوي. اتفضل. كاهلاوي دي قضيه تشغل النادي الاهلي. تمام. ايه انت موقفك كاهلاوي من القضيه دي؟ موقفي هنا على الهوا يعني ليه انت لا كعضو في النادي الاهلي ليه ما نشوفش الكابتن احمد شوبير يوم الجمعه بيدعو الاعضاء عشان يجي يحتشدوا؟ ليه ما بنشوفوش يوم السبت موجود في كاهلاوي؟ مش دوري كاهلاوي. مش دوري خالص كاهلاوي. انت هتروح الجمعيه الخاصه؟ انت هتروح الجمعيه الخاصه؟ الحج الحقيقه بس مش دوري على الاطلاق ان انا ادعو الاعضاء لحضور الجمعيه الخاصه، لان هنا يقول لك انت مع كذا وضد كذا، ولو عملت ده ما هو المشكله ان الناس بتشتغلها انتخابات يا كابتن احمد. لا اللي بتشتغلها انتخابات بوضوح. بتشتغلها انتخابات مجلس الاداره. بالعكس بالعكس. ومن حقه انه يشتغل انتخابات. بالعكس. خليني اروح للاستاذ اعضاء النادي الاهلي كانوا بيتكلموا على الانتخابات وكان محمود طاهر هو اللي بيوقفهم، هو اللي بيسكتهم. يقول لهم ده احنا بنتكلم في لائحه. ثلاث ندوات للانتخابات يا استاذ محمود. مين اللي قال الكلام ده؟ يعني ما يعملش ندوات مش عاجب. خلينا نروح بس. يعمل ندوات مش عاجب. خلينا نروح لبليغ. يعني عمل كده. خلينا نروح لبليغ. الاستاذ الصحفي اللي كان موجود بيسال المذيع، طب مش انت اهلاوي ومن ولاد النادي الاهلي، ما تطلع عندك قول للناس لو انت عارف ان النادي الاهلي ليه حق، روح قول للناس في البرنامج تعالوا يوم 25، تعالوا يوم 26، قولوا اوفوا جنب ناديكوا، ارفعوا اسم النادي الاهلي وكيانه، ما تخلوش حد يتدخل جوه ناديكوا. عارفين الرد كان ايه اللي انتوا شفتوه؟ الرد ما دعوش حد، ماليش دعوه. طيب اولا انا قلت قبل كده اللي يمثل قناه النادي الاهلي يا جماعه قناته ومركزه الاعلامي هو ده اللي بيمثل النادي الاهلي. محدش شادي محمد لعب يا عم ربع ساعه عشان بتوجع الناس التاريخ والبطولات والكلام ده كله، لعب ربع ساعه وراح اشتغل في اي قناه تانية غير الاهلي ولا يمثل النادي الاهلي، هو رايه من دماغه. ولا نقعد نشتم النادي الاهلي بالشهور واول ما ياخد الكاس نجيب بقى مزيكه حسب الله، مش فاهم انا ده حضراتكم اللي شفته، وده مش كلامي ده اعضاء الجمعيه العموميه في كل الندوات شافوا الكلام ده. النقطه الثانيه لما قال لك مش دوري ادعو، امال دوري ادعو اللي انا اقسم بالله على الهوى اللي فيه اقصاء للنجوم ورموز من النادي الاهلي، كان ده دوري؟ كان دوري ان انا اقف ضد جماهيري في محافل كتير؟ كان ده دور؟ دوري اللي مجلس اداره يقول لي مين؟ لا شمال. فوق تقول له تحت. هو ده دور؟ هو دوري اللي انا اقول معلومات غلط؟ دوري للوزير كل يوم يبقى معايا عشان يبقى ضد النادي الاهلي؟ دوري لهشام حطب يبقى كل يوم معايا اول ما الاهلي ياخد خطوه لقدام؟ هو ده دور؟